على كتاب الله وسنة محمد صلى الله عليه وعلى وسلم، الصداق المسمى بيننا، وعلى الصداق المسمى بيننا، آجله وعاجله، آجله وعاجله، والشهود حضور على ذلك، والشهود حضور على ذلك، والله خير شاهدا ووكيل. والله خير شاهدا ووكيل. ها قول ورايا شيخ حسن. إني استخرت الله العظيم، إني استخرت الله العظيم، وقبلت الزواج منك، وقبلت الزواج منك، على كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، على كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى الصداق المسمى بيننا آجله وعاجله، وعلى الصداق المسمى بيننا آجله وعاجله، والحضور شهود على ذلك، والحضور شهود على ذلك، والله خير شاهدا ووكيل، والله خير شاهدا ووكيل. ألف مبروك. الله يبارك فيك. مبروك يا هاني. اتفضلي لو سمحتي من هنا. أمضي فين؟ اتفضلي. توقيعك يا شيخ. ألف مبروك. اتفضلوا يا جماعة، ده رز بلبن من اللي وصى عليه لقمان. اتفضل. اتفضل يا مولانا. تسلم إيدك من يد الأدم. بسم الله الرحمن الرحيم. بقول يا شيخ حسن. استأذننا بقى. طيب استناني يا مولانا، انا جاي معاك. تحت امرك. السلام عليكم. اتفضل. الف مبروك يا سيدي. الله يبارك فيك يا رب. معلش يا حبيبتي، انا هنزل اوصله عشان انا منزله من بيته وهو تعبان، مش هتاخر عليك. الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات، فلندعو لهما جميعا. اللهم بارك لهما. آمين. اللهم بارك عليهما. آمين. اللهم اجمع بينهما في الحلال. آمين. ألف مبروك يا عروسة. الله يبارك فيك. ألف مبروك يا شيخ حسن. الله يبارك فيك يا مولانا، وتتفضلوا. إيه ده يا شيخ حسن؟ رز بلبن برضه من اللي وصى عليه لقمان؟ لا المرة دي عاشور. وماله يا سيدي؟ كلها نعم ربنا. بقولك يا شيخ حسن، أنا عايزك تعدل ما بين العاشورة وبين الرز أبو لبن، يعني معلقة من هنا ومعلقة من هنا، مش معلقة من هنا ومغرفة من هناك. والله دمك زي العسل. طيب استأذن أنا بقى. طب استناني يا مولانا، أنا هنزل أوصل حضرتك. السلام عليكم. وعليكم السلام. توصل مين بقى يا حسن؟ بقول لك الراجل نازل مخصوص عشان يكتب لنا، فمش معقولة يعني يسيبه يروح لوحده. نزل مخصوص ايه؟ ما هو يروح لوحده، يعني معقولة توصله وتسيبني انا؟ مسافة السكة وراجع، بعدين احنا اتجوزنا قبل كده، انت ليه بتتعاملي يعني على اساس ان هي ليلة الدخلة؟ انا مش فاهمة يعني اللي انت بتعمله ده اسمه ايه؟ ده اسمه ذوق وواجب. الراجل جالنا مخصوص من اخر الدنيا. جاي من اخر الدنيا يعني؟ جاي مسافر تقوم تنزل تسيب عروستك يوم فرحك؟ بيان، بعد العيد ما يتفتلش ضحك. ايه ده يعني؟ يعني ايه؟ يعني ايه الكلام ده يا حسن؟ يعني احنا اتجوزنا قبل كده، وده بس اشاره وتعليق الجواب، فتصرفي عادي يعني، وما تقوليش ان ده يوم جوازنا كده يا حسن. ما تزعليش يا قلب حسن، انا هنزل بقى عشان الناس مستنيه تحت، ولا ترضي يقول على جوزك قليل ذوق؟ لا طبعا كلك ذوق. حسن انت بتلبس؟ اه. ده لبس خروج؟ ايوه. مش مصدقك يا حسن، سايبني وخارج بعد اول يومين جواز؟ يا حبيبتي لازم تعرفي في الاول ان احنا مش متجوزين جواز تقليدي، عشان تقعدي تقولي لي بقالنا يومين وازاي تنزل والكلام ده. ثانيا يا روح قلبي، انت متجوزه راجل داعيه، يعني زي الدكتور، ماليش مواعيد شغل. يعني ايه؟ يعني انا مش ملكك لوحدك ولا بتاعك لوحدك، انا بتاع ربنا. وربنا بقى قالك تسيب مراتك في نص الليل؟ ربنا قال للزوجة ان هي تطيع جوزها عشان طاعتك ليا هي اللي هتدخلك الجنة في الآخرة. انا عايزة ادخل جنتك في الدنيا قبل ما ادخل جنة ربنا في الآخرة يا حسن. يعني ايه يا خوخ؟ انا عايزة اتهنى بيك يا حسن. خوخ لازم تعرفي كويس ان انا متجوز الدعوة. وانا ماليش دعوة، انا مراتك وليا حق عليك. طيب انا نازل دلوقتي، عايزة حاجة؟ نازل رايح فين؟ نازل عندي درس. درس الساعة 11 بالليل يا مولانا؟ اه 11 بالليل بعد قيام الليل والتهجد. السلام عليكم حبيبي. حمد الله على السلامة، وحشتني. وانت برضو وحشتيني قوي، بس الله عليك اللي انت عاملاه ده. ايه رأيك؟ عجبتك؟ اللي عجب، انت
اللي انت عاملاه ده يعجب البشوات. انا بس قلت يا حسن احنا بقالنا كتير ما عدناش قعده رومانسيه كده مع بعض، قلت اعمل لك مفاجاه. والله صدقيني احلى مفاجاه، بس على شرط كل يوم من ده. لا كل يوم مش هينفع بقى، انا كل يوم اروح للكوافير وتكلفه اوفر يعني. وماله طيب. وبعدين حاجه ثانيه، علشان بس ما تحسش ان انت قمر كده وانا هموت عليك فتروح عينك رايحه على واحده ثانيه وكده وتزوغ. هو بذمتك حد يبقى عنده القمر ده يبص لحد تاني؟ حسن انت كده بتكسبني. بس قولي هنا انت اتاخرت ليه بقى؟ على فكره انا كنت هموت من الجوع. معلش يا حبيبتي، بس النهارده كان عندي شغل كتير قوي وفتاوى كتير قوي، بس انا ما صدقت اخلص وجيت لك جري على طول. فتاوى؟ والفتاوى دي بقى كانت للستات؟ اوعى تكون بصيت لحد فيهم. لا طبعا حاشا لله. طب في حد بصلك؟ ما خدتش بالي صراحة. مش عارفه ليه يا حسن، مش مصدقك. هو انا عمري كدبت عليك؟ لا يا حسن بجد عمرك ما كدبت عليا. طيب يبقى خلاص. يعني بتحبني بجد يا حسن؟ ده انا بموت في التراب اللي انت بتمشي عليه. ايه الكلام الحلو ده؟ تسلم لي يا رب. تسلمي لي انت يا احلى زوجه في الدنيا دي كلها. يا حبيبي بقولك ايه يا حسن، تقوم تغير هدومك ولا ناكل على طول؟ لا بصي احنا هناكل على طول بس على شرط. انا النهارده مش همد ايدي في الاكل، انت هتاكليني الاكل. بجد؟ طب ليه؟ عشان كده هيبقى طعم الاكل احلى من ايدك. يا حبيبي انا بصي يا حبيبي انا كل يوم هعمل لك مفاجاه فظيعه دي، ومش مهم اكلف نفسي واروح عند الكوافير مش عادي يعني، بس علشان اسمع الكلام الفظيع ده. عارفه ايه احلى مفاجاه في الدنيا دي؟ ايه يا حبيبي؟ انت انت احلى مفاجاه في الدنيا كان ربنا تخبيها لي. انا بحبك قوي يا حسن. وانا بموت فيكي يا روح قلب وعقل حسن. مش هناكل بقى؟ يلا. انت ايه اللي جابك هنا؟ ايه؟ بتعمل ايه هنا يا شيخ حسن؟ بتدي درس الدين ولا معتكف في شقه مفروشه؟ انزلي انت دلوقتي وانا هحصنك وافهمك على كل حاجه. طب مش تقولي اتفضلي؟ مش اكرام الضيف واجب برضه ولا ايه؟ انا مش ضيفه، ده انا مراتك. اوعى ما تهدي شويه ووطي صوتك. ليه؟ وطي صوتي ليه؟ خايف من ايه؟ احنا اتفقنا ان الجواز ده يفضل سر، وانت كده هتخلي الجيران تعرف. جيران؟ انا هخلي الدنيا كلها تسمع، انا هفضحك في كل حته. يا خوخة استهدي بالله ويلا ننزل وانا هحكي لك على كل اللي انت عايزاه. لا ننزل فين؟ ده انا عندي كلام كتير قوي عايزه اقوله. اصل عايزه افتوى النبي يا شيخ حسن، هو ايه بقى حكم الدين في عقاب الشيخ الزاني؟ تصدق ان انا مش هرد عليكي، لان الكلام ده ما يتردش عليه اصلا. الظاهر ان انت اتجننتي. تصدق ان انت خساره حتى تدفن في وشك؟ فين الجربوعه بتاعتك؟ فين الجربوعه الزباله بتاعتك؟ هي فين؟ ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ تعالي صوتك كده ليه؟ انت مش عارفه ان البيت ده ليه اصوله؟ اصول؟ اصول يا عره يا زباله يا المامه. قلت لك ما تهدي بقى يا خوخه وانا هفهمك على كل حاجه. فهمني ايه؟ ما فهمت خلاص. فهمت هي ضربك تحجيبه وقاعده على المكتب وانت ضارب السبحه والدقن وكذب في كذب في كذب. احترمي نفسك وشوفي انت بتكلمي مين. انا مش راضيه ارد عليك عشان حسنتي واقف. حسنتي؟ ما اسمك حسنتي؟ يا عره الرجاله. اسكتي انت يا بيان، وانت بقى انا هفهمك على كل حاجه واحنا مروحين. ايه؟ روح يا حبيبي واحنا لسه قعدنا مع بعض زي كل مره. كل مره؟ انت بتاخدني بقالك قد ايه يا حسن؟ بيان قلت لك بطلي استفزاز بقى. الله ليه يا حسن؟ ليه يا حسن انا قصرت معاك في ايه؟ دي يا حسن؟ ليه؟ ده انا حبيتك واديتك كل حاجه، كل حاجه يا حسن، اديتك كل حاجه. يا جماعة بس كده عيب ما يصحش. ما يصحش؟ وهو ده اللي صح؟ هو ده اللي صح يا شيخ بتاع ربنا اللي ما بتعرفش ربنا؟ بت اطلعي بره بسرعة بدل ما اعرفك مقامك ورجعك لاصلك الواطي. واطي؟ واطي يا بنت الواطية؟ والنبي اوريكي. تعالي هنا يلا. النهار اسود انت قتلتيها.